أهلا شباب، النهاردة هنعمل درس مكثف كده عن كل العلامات الإيقاعية اللي احنا هنستخدمها، أو يعني كتير منها، والسكتات بتاعتهم. احنا كنا طبعا ابتدينا نتعرف على بعض منهم في الدروس اللي فاتت، بس النهاردة هنركز قوي على العلامات الإيقاعية والأمثلة والحاجات دي هنخليها بعدين. بس الفكرة إن أنت لو شفت حاجة منهم في نوتة أو في حاجة أنت بتتعلمها تبقى فاهم إيه الموضوع مش ازاي. نبدأ الأول بالعلامات الإيقاعية وبعد كده هنقول السكتات المقابلة ليه. أول علامة زي ما احنا قلنا هي علامة الروند، اللي هي العلامة المدورة دي، ودي زمنها هي أكبر زمن في العلامات الإيقاعية. العلامة بتاعتها مدورة وبيضة من جوه، وبتتنطق تا، ودي هنستخدمه كتير. وبنمدها كمان زيادة 3 علامات، فتبقى التوتال بتاعهم 4 علامات. دي علامة الروند. علامة الروند اللي أصغر منها أو نصها بيساويها هي علامة البلانش. بلانش يعني أبيض، وبتتنطق تا، بتتمد زمنين من زمن النور. العلامة اللي نص البلانش هي النوار، وهي سودة وبعصاية، وبتتنطق تا. التا والحاجات دي ممكن تتكتب بالعربي، بس أنا فضلت أكتبها بالإنجلش عشان تبقى شمال اليمين، إن ما بتكتب عربي مش شمال يمين بيبقى يلخبط شوية. العلامة اللي أصغر من الكروش، أصغر من النوار آسف، هي الكروش، وهي نفس شكل النوار بالظبط لكن ليها شرطة زيادة. وكروش يعني سنة، فدي اسمها ذات السنة. لو هنكتب 2 كروش ورا بعض اختصارا بنكتبهم وبنوصلهم بخط واحد، وبتتنطق تات تي تات تي. والـ2 كروش زمنهم هو نفس زمن النوار. لو كتبنا 4 كروش ورا بعض ممكن اختصارا بدل ما نكتب كل واحدة بالسنة بتاعتها بنوصلهم مع بعضهم، هيبقى دي تات تي تات تي، كروش 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 كروش. هيبقى العلامة دي على بعضها مجموع زمنها 2 نوار، نص ونص واحد، نص ونص واحد، تطي تطي. خلي بالنا ان دول موصولين بخط واحد. العلامة اللي اصغر من الكروش هي دبل كروش، وهي نفس الشكل نوار ولكن بسنتين، يعني بنزود على الكروش سنة. لو كتبنا 4 دبل كروش ورا بعض هيبقوا بالشكل دوت، واختصارا هنوصل ما بينهم بخطين، وهيبقى اسمها العلامة دي على بعضها اسمها طافا تي في طافا تي في. التفاطيفي وانا بنطقها بقولها في زمن النوار، يعني بقول تا تا تافاتيفي تافاتيفي، في نفس زمن النوار بقول التفاطيفي. وطبعا في العصف نفس الكلام. نخلي بالنا ان احنا بنوصلهم بخطين، لكن لما كانت كروش كنا بنوصل بخط واحد، فيبقى العلامة دي بنقول تات تي تات تي وزمنها 2، لكن العلامة دي تفاطيفي وزمنها 1. هنخش هنسيب الجزء اللي تحت دوت ونخش نرجع للسكتات، وبعدين نكمل الجزء اللي ناقص. السكتات هي ان احنا نوقف عزف بزمن معين، ولكل علامة إيقاعية في سكتة مقابلة ليها. علامة الروند السكتة المقابلة ليها هي مستطيل اسود صغير تحت الخط الرابع على المدرج الموسيقي، وطبعا بنسكت 4 أزمنة نوار. البلانش السكتة بتاعتها هي مستطيل فوق الخط الثالث على المدرج الموسيقي، وبنسكت 2 نوار نفس الزمن، يعني نفس زمن الروند هو نفس زمن سكتة الروند، والبلانش هو نفس زمن سكتة البلانش. النوار السكتة بتاعتها عبارة عن 4 بالعربي وليها سنة شكل الزجزاج دوت، وسكتته 1. الكروش هو الشكل 3 بالعربي بس مقلوبة، دي شكله، وزمن سكتة الكروش هو نفس زمن الكروش اللي هو نص نوار. الدبل كروش السكتة بتاعتها نفس شكل الكروش بس ليها سنة زيادة، زي ما كان الكروش هو نفس شكل الدبل كروش بس الدبل كروش ليه سنة. ودي السكتات عندنا. هنرجع تاني لعلامة التفاطيفي. هنبدأ نعمل تنويعات على علامة التفاطيفي، تنويعات كتيرة، ويعني يمكن ده الجزء الصعب شوية ولكن احنا هنحاول نسهله شوية. علامة التفاطيفي لو سكتنا العلامة التانية
هنقول ان هي هتبقى دبل كروش، سكت الدبل كروش، دبل كروش، دبل كروش. وفي حاجة احنا ما قلناهاش قبل كده، ان السكتة هنقولها هننطقها اس، زي ما كنا بننطق النوار تا والكروش تا تي وهكذا. كنا بنقول السكتة اس، وهنمد الاس دي بزمن السكتة المطلوبة. نرجع تاني هنا للطفاطيفي، لما سكتنا تاني واحدة هيبقى اسمها تا اس تي في، يعني شلنا الفا اللي هي تاني دبل كروش، تاني مكانها اس، بقت تا اس تي في. لو هنخبطها هنخبطها خبطة سكتة خبطة خبطة، أو لو هنعزفها بنفس الطريقة ممكن نسكت التانية هيبقى اسمها تا فا اس في، أو نسكت الرابعة، يعني هنلعب الأولى والتانية والتالتة ونسكت الرابعة، وأيا كان اللي بعدها أو اللي قبلها احنا ماشيين عادي، يبقى اسمها تا فا تي اس. ممكن نسكت التانية والرابعة، في الحالة دي هيبقى اسمها تا اس تي اس، يعني لو قلنا اتنين مثلا ورا بعض يبقى اسمها تا اس تي اس تا اس تي اس. بنسكت على قد زمن اللي احنا كنا هنلعبه، يعني هي تا فا تي في، كنا هنخبط 4 خبطات ورا بعض، دلوقتي هنخبط خبطة ونسكت خبطة، نخبط خبطة ونسكت خبطة. ممكن حالة كمان ان احنا نسكت الاولانية ونلعب التانية والتالتة والرابعة، يبقى اسمها اس فا تي في، اس فا تي اسف. دول اللي هما بنسكت التفاطيفي. في 3 حالات تانيين وهم دول أصعب حاجات عندنا، إن إحنا مش هنسكت حاجة، إحنا هنضم 2 مع بعض. في الحالة الأولانية هنا إحنا هنضم العلامة التالتة مع الرابعة، يعني هنضم التي مع الفي، هنضمهم مع بعض، فهيبقى عندنا لما نضم دبل كروش ودبل كروش هيبقى عندنا علامة كروش بس. فهنا احنا جينا رسمنا كروش، يعني لعبنا الدبل كروش الاولاني والدبل كروش تاني، ولعبنا كروش هو خد زمن اخر 2 دبل كروش. والعلامة دي هننطق الاولى والتانية والتالتة، والتالتة هتبقى ممدودة بزمن 2 دبل كروش، يعني اسمها طافة تي طافة تي، التي واخدة زمن التي والفي اللي هما كانوا في اخر الطفاطيفي. العلامة اللي بعدها احنا هنضم هندمج مع بعض العلامة الأولى الدبل كروش الأول والدبل كروش التاني، وهنجمعهم على الأولى، وهنسيب التالت والرابع زي ما هو، فيبقى اسمها تا تي في تا تي في. آخر علامة هنضم التانية والتالتة، هنضمهم في التانية، فيبقى اسمها تا فا في تا فا. قلنا الأولى والتانية والتالتة، آسف والرابعة، لأن التانية والتالتة بقوا مع بعض، فاسمهم تا فا في تا فا في. وبكده يبقى احنا خلصنا العلامات الإيقاعية اللي عندنا. طبعا يا ريت تكتبوها عندكم العلامات دي زي ما أنا كاتبها، الكلام ده بخط إيدي في الكراسة بتاعتي اللي أنا عاملها للموضوع دوت، يا ريت تكتبوها ويا ريت تدربوا عليها ويا ريت تعملوا لنفسكم أمثلة تدربوا عليها. انا اختصارا الوقت انا مش هحط امثله، لو محتاجين امثله نبقى نعمل فيديو تاني نحط فيه امثله لوحده، ولكن حاليا احنا بس هنتعرف عليهم ونبقى نطبق في المقطوعات على طول.